الاشغال اللي ما بغاتش تساعد، اشغال ترامواي واشغال باصواي اللي رهقات المواطن المغربي والكازاوي بالخصوص. الناس ما تيلقاوش فيه منين يركبوا، وفي عده وسائل نقل يعني ما فيش غير الطاكسيات، فيه الكواتشا، فيه تريبورتورات، يعني الناس كتضطر انها تركب في الكوتشي حيت ما تيلقاوش الناس منين يركبوا، ما تيلقاوش ترونسبور. والو سورتو في الساعات الاولى ديال الصباح راه كتكون كارثه. اذا شارع دريس الحارثي اللي ولا كله مرود، كله 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 سبب الاشغال، واللي مازال ما بغاتش تسالي للاسف الشديد. نقول لكم إلى اللقاء في بث آخر بإذن الله.